السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم جايب لكم اسعار الشيش بكل انواع ان شاء الله. تحديث اسبوعي لاسعار الشيش وبخدمتكم ان شاء الله. الاسعار مثل ما موضح امامكم حسب النوع والحجم والسعر. ايضا اكون نزول طفيف بالاسعار، متأمل ان شاء الله نزول الدولار ونزول أسعار الشيش. أي سؤال أي استفسار أخوتي تقدر تكتب لي بتعليق وبخدمتكم إن شاء الله. لا تنسى دعم القناة بلايك ومشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس للحصول على التحديثات الأسبوعية. تحياتي أبو رضا العبادي.